محسن حسين، عميد كلية صيدلة بالمونستير، أستاذ استشفائي جامعي اختصاص علم أمراض الدم، رئيس قسم مخبر علم الدم وبنك الدم بالمستشفى الجامعي فاطمة بورقيبة بالمونستير. نعرف بكلية الصيدلة بالمونستير، الكلية هذه هي الكلية الوحيدة في تونس اللي تتبع جامعة المونستير، واللي تم تأسيسها سنة 1975 اكزاكتومون يوم 20 نوفمبر، نحتفلوا بالخمسينية نتاع الكلية هذه. عدد الطلبة اللي في الكلية اللي يدرسوا حاليا في الكلية، اللي كان في السنوات الأولى كان عدد قليل، أصبح الآن يتجاوز 1000، وحاليا عندنا أكثر من 1300 طالب يدرسوا في الكلية، ويأملوا لهم التدريس أكثر من 220 أستاذ، الأغلبية متاعهم أكثر من 90% هم أبناء الكلية متخرجين من كلية الصيدلة بالمونستير. في كلية الصيدلة عندنا اختصاص واحد، هو اختصاص دكتور في الصيدلة. عندنا برشا أنشطة علمية ثقافية، كذلك مؤسسات طلابية. المؤسسة المعروفة هي الجمعية التونسية لطلبة علوم الصيدلة لاتيف. عندنا جمعيات زادة ثقافية وعلمية أخرى للطلبة، لينكتوس، سانيتاس، إتسيتيرا. نرجع للدراسات، قلنا عندنا اختصاص واحد اختصاص الصيدلة، الدراسة تدوم في 6 سنوات، ويتحصل على إثرها الطالب على دبلوم دكتور في الصيدلة بعد ما يقدم أطروحة. بعد 6 سنوات يقدم أطروحة تاز إكزرسيس أون فارماسي، يتحصل بعدها على دبلوم دو دكتور أون فارماسي. مرحلة الدراسة 6 سنوات هذه تنقسم إلى المرحلة الأولى ومرحلة ثانية. المرحلة الأولى هي السنة الأولى والسنة الثانية، والمرحلة الثانية هي السنوات الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة. السادسة هي سنة تربصات لانترنا أون فارماسي، معناتها لانترنا هي الصيادلة الداخلية اللي يقوموا بتربصات في المؤسسات الاستشفائية ولا في شركات صنع الدواء ولا في صيدليات خاصة. هذا فيما يخص الدراسة. فيما يخص لديبوشي ديبلوم، معناتها شنو نجم نعمل به ديبلوم دكتور في الصيدلة. اون فوا تحصل على الدبلوم تاعو، الطالب ينجم يعدي مناظرة الإقامة في الصيدلة ريزيدانا اون فارماسي، اللي تخول للطالب دخول في التخصص، والتخصص هذا يدوم 4 سنوات. وعندنا زوز انواع من التخصص، زوز انواع كبار. النوع الاولاني هو البيولوجيا السريريه، لا بيولوجي كلينيك، والنوع الثاني هي الصيدله الاستشفائيه والصناعيه، لا فارماسي اوسبيتاليير اي اندستريال. دونك الفورماسيون هذه، التكوين هذايا يدوم 4 سنوات، يخول للطالب من بعد 4 سنوات للحصول على دبلوم صيدلي مختص في البيولوجيا السريريه، او مختص في لا فارماسي اوسبيتاليير اي اندستريال. اون باراليل مع الريزيدانا اون فارماسي اللي هي يتم الالتحاق بها عن طريق مناظره وطنيه، لو كونكور دو ريزيدانا اون فارماسي. الماجستير في العلوم الصيدليه، اللي عندنا 4 انواع من 4 ماجستير يقع القيام بهم في الكليه. زوز ماجستير بحث، الماجستير الاول يتعلق بتطوير الادويه، والماجستير الثاني يتعلق بالتحاليل الطبيه. وزوز ماجستير مهنيه، الماجستير الاول يتعلق بالجوده، والماجستير الثاني يتعلق بالبيولوجيا نقل الدم. الطالب اللي يترسم في ماجستير ينجم، معناتها من بعد الماجستير يرسم في دكتوراه الدولة في العلوم الصيدلانية اللي يدوم على الأقل 3 سنوات، ويتحصل من بعدها على دبلوم دكتور دولة في العلوم الصيدلانية. وكما قلت كلية الصيدلة عندها تأهيل الدكتوراه
هذه. نزيد نرجع أونكور أون فوا لي ديبوشي، معناتها شنو ينجم يعمل الطالب المتحصل كسوسوا على دبلوم دو فارماسيان او بو دو سيزون، معناتها بعد 6 سنوات، والا على دبلوم مختص صيدلي مختص في البيولوجيا السريريه والا في الصيدله الصناعيه والاستشفائيه. شنو هو ينجم يعمل؟ ينجم دبلوم دو باز دو فارماسيان ينجم ينتصب فيه في ينتصب معناتها في الحساب في القطاع الخاص، يفتح صيدلية، ينجم يخدم به في المستشفيات العمومية كصيدلي. كيف كيف بالنسبة للدبلوم الصيدلي المختص ينجم ينتصب به في الحساب الخاص ويفتح مخبر تحاليل طبية، وإلا يعمل في المستشفيات كصيدلي مختص. وإن فوا هو يكون صيدلي مختص كمل الريزيدانا، وقتها ينجم يبو سويفر لا كارير يونيفرسيتير، يعني يدخل في اطار التدريس، ينجم يعدي مناظره مع مناظره لاسيستانا في اختصاص من الاختصاصات الصيدلانيه اللي عددها يتجاوز 20 اختصاص. ينجم يعدي لاسيستانا في ويدخل في اطار التدريس بكليه الصيدله، وهكا يفا سويفر معناتها اون كارير اون كارير هوسبيتالو يونيفرسيتير.